لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة حيث المصير إلى الممات، واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واذكر ذنوبك موقنا أن لا سبيل إلى النجاة إلا بحب من النبي المصطفى الغر هداتي جار الزمان عليهم، جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات، بعضهم بطيبة والغري قضى، وبعض بالفرات جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات، بعض بطيبة والغري قضى، وبعض بالفرات ضامن تجرعه العدا، صاب الردى بالمرافات، لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة، ونحى العراق بفتية صيد، ونحى العراق بفتية صيد ضراغمة حماتي، حفت به كالباد حفت الكواكب زائراتي، وسروا عجالا والمنايا خلفهم بدل حداتي، من كل أبيض فيه غضون جبينه أثر الصلاة، كحبيب والليث بن عوسجة حليف المكرمات، والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات، ذاك الذي كأبي حيدر
ذاك الذي يوم الوغى كأبي حيدر في الصفات لهفي على وجناته لهفي على وجناته بدم الوريد مخضباته جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكنات فخرجنا ربات الحجال سعدهم نساء يرون ذاك الشاب مضرجا بدمائه جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات فخرجنا ربات الحجال من المضارب باكيات يندبنه ويلي على تلك النساء الثاكلات وحط جاسم يا ويلي بصف الأكبر قعد ما بينهم والدمع فجار تشب نار وعليه تراكم الهار نام نام ينحن علمنا ويحب نوبة ينحن علمنا ويحبه يمدينا ويجس دقات قلبه ونوبة دمعه على جاسم يصبه ويقل لهم شبيد على المحتم يم جاسم يم جاسم يم جاسم غدت للحرم ونه يم جاسم غدت للحرم ونه لما شافت بدمة حنه أمك صيح أمك صيح يا جاسم مهنه بهالزفة يا بعد الخال والعام تقلنا تقلنا ابوي انا ربيتك وعين عليك تربي ربيتك وعين عليك تربي ربيتك وعين عليك تربي ويحسب بيك ليل نهار قلبي يا جاسم يا جاسم بيش اشوفك بعد دربي وضوى عيون طفاه النهر وظلام لكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً
صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج الإمام صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة تتحدث عن صنفين من الناس، أو بالأحرى الآيات الثلاث تتحدث عن صنفين من الناس. هو هذا الواقع في الحياة الدنيا، عندنا صنفين: صنف ينظر فقط وفقط إلى الدنيا، يعني يقصر نظره، بالتالي يعني يصب كل جهوده وكل ما عنده من قوة ومن طاقة ومن قدرة على ما في الدنيا من متع، يريد يحصل فقط متع الدنيا، يريد يأخذ من زخارفها ومن لذاتها بس، يعني بعد وراء هذا ما عنده شيء، يعني لا ينظر إلى ما وراء الدنيا، شنو وراها، شنو نتيجة هذا، خلاص هو الآن هو ينظر إلى اللذات الآنية الموجودة، ينظر إلى المتع هذه اللي يشوفها قدامه، يريد يتمتع بمتع الحياة بلذات الدنيا هاي كلها. لذلك تلاقي يسعى إلى أنه يجمع أموال مثلا، يبني القصور، يأخذ مثلا النساء، يعني بعد غير هذا ما عنده، بعد غير هذا ما عنده. هاي صنف من الناس. صنف الثاني لا، صنف الثاني وين كانوا يعيش في الدنيا ويأخذ منها بس ما يأخذه منها يجعله طريقا للآخرة، يعني عنده نظرة ثانية وراء هذه الدنيا، ما خلى نظره فقط مقصور على هالحياة، لا ينظر إلى ما وراء الدنيا شيء، يأخذ منها صحيح ويأخذ ويسعى في أن يأخذ من بعض المتع، بس هذه يجعلها طريق ما يجعلها هدف، يعني كأنه يجعل الدنيا وسيلة طريق، الغاية هناك بعكس ذلك، غايته الدنيا، غايته وهدفه الأول والأخير هو الدنيا. ولذلك ذاك الصنف الأول بالأخير شنو تقول للآية؟ وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما، لأنه ما له نصيب بالآخرة بعد، هذا يريد بس دنيا خلص، يريد يستمتع بمتع الحياة الموجودة، الملذات اللي يشوفها قدامه، فهذا ما له نصيب بعد. طبعا شوف الله سبحانه وتعالى، الله يبذل رزقه ويبسط رزقه للكل، للكل، يعني ما يقول إن هذا فرضا كافر أنا ما راح أرزقه، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى يعطي الكافر ويعطي المؤمن، يعطي من ينظر إلى الآخرة ويعطي من ينظر إلى الدنيا فقط، يعطي من يجاهد ويبتغي مرضات الله عز وجل ويطمع في جنته ورضوانه، وأيضا يعطي لذاك اللي يريد فقط هالمتع الحالية، ما يعني ما يمنع رزقه عن أحد من خلقه. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه وآله الإمام الباقر يقول إن الله، والحديث جدا مهم، إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض، ولا يعطي دينه إلا من يحب، من يحب، يعني أنت من يعني في الواقع محظوظ، وأنت تعتبر من الناس اللي لهم عند الله عز وجل مكان، إذا الله سبحانه وتعالى أهداك وخلاك شنو تلتزم وتصير في طريق الدين، طريق الحق، لأن ذاك في الواقع ذاك خارج من رحمة الله مبغوض عليه، لا يكون أنت تقول هذا شلون يعني الله ما تعلمنا، شوف عاطني أنا بخليني دائما فقير، دائما كذا أمراض أعاني من مرض إلى مرض، ما أكاد أخلص من مشكلة وراي مشكلة تجي، شنو يعني هذاك الله راضي عليه أكثر، لا لا أبي العسقل يكون هذا، العسقل يكون تماما، يعني قد يكون هذا من رضا الله عز وجل ومن رحمته بك ومن لطفه بك أن يخليه لكي يرفع درجتك لكي يمحص ذنوبك، بينما ذاك يخليه يسجل في غيره. حسبنا الذين كفروا أننا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، يظنون الشكل يعني إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، خاصة أن الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان راح سادر في غيه، ما فادت فيه لا مواعظ
ولا توجيهات ولا توخيزات تجيب عنده ولا دراسة راح عليه. لا تقول روح روح. هذا لأنه خارج في الواقع عن مرضات الله عز وجل. فيكون يعني أريد أقول أنه الدنيا ترى ما فيها ليست دليل على رضا الإنسان عن الله. إذا شاف واحد أنه هو لا عند نعيم وعند كلام، هذا قول المشركين. المشركين يقولون هالشكل، إنه يقول يخاطبون ونشوفه إحنا لأن الله يحبنا آتانا نعم الله، آتانا من النعم وخلانا عندنا أموال وعنده. وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى. ليش مضبط إنه مو مضبط؟ اليوم سماعتكم اللي مضبوطة قاعد تعبني. يلا علي صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بس الثانية. ثالث على محبتي. فعلى أي حال فيكون احنا نلحظ هالنقطة هذه. الله سبحانه وتعالى ترى من لطفه بك انه هداك وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شوف الحديث عن امام باقر سلام الله عليه او الامام الصادق، كلاهما حديثين بنفس المعنى اللي ذكرته لك قبل قليل، ان الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي دينه الا من يحب. فعلى اي حال القسم الاول الصنف الاول هذا في الواقع هذا الذي يعني يعيش الخسران، اللي ينظر فقط إلى الدنيا يعيش الخسران المبين، خسارة ما بعدها خسارة، سواء كان بالمنظار الأخرى أو حتى بالمنظار الدنيا، ترى حتى بالمنظار الدنيا هم خسران. هذا اللي فقط يشوف فقط الدنيا ولا يشوف شيء وراها خسران. ليش؟ شوف الآية شنو تقول. خلينا نرجع للآية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها شنو قال؟ ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. يعني هو هذا يطمح أن يحصل فرضا مليون، يصير عنده عمارات، يصير عنده كذا، يصير إلى هذا المنصب، يصير رئيس. بس هل هو كل ما يريد يحصل يعني بيده هو لو بيد الله؟ بيد الله. فلهذا قد يجهد نفسه ويتعب نفسه وروحه يجي ها وسوي حتى مشاكل ويا العالم ويعادي هذا ويضرب ذاك، وبالأخير ما راح يحصل إلا ما يريده الله عز وجل. عجلنا له فيها ما نشاء نحن، ما نشاء نحن مو ما يشاء هو. ولا تشكر كثير من الناس اللي هالشكل، شوف يتعب نفسه وما يخلي شيء لي وما يخلي شغلة لي يشتغل فيها، وبالأخير شوف كل فقير وكل تعبان. بالأخير الإرادة لله عز وجل، الإرادة لله أولا وأخيرا. عجلنا له فيها ما نشاء، احنا شنو نريد نعطي؟ نريد نعطي فرضا 100,000، خلاص أكثر ما لو شنه لو يصعد للسماء وينزل ما راح يحصل أكثر، ما راح يحصل أكثر. والدنيا طبعا مليئة بهالأمثلة. أكو بعضهم شوف يعني حرصوا على أن يصلوا إلى منصب من المناصب، وسوى وخلى وراح باع الأول والتالي وتوسل إلى هذا وباع ضميره وباع دينه ها، ويمكن حتى بذل أموال وبالأخير ما حصل. فيها النماذج اللي ما فيها ما لي أذكر لك، أنت كل واحد تعرف نماذج كثيرة موجودة. بعد فهذا أول شيء، أنه لن يحصل إلا على ما يريده الله. وش قلت لك؟ هذا هو الخاسر خسران مبين. هذا أول شيء، يعني هو يريد شيء الله يعطيه شيء آخر. لا وقد أصلا الله سبحانه وتعالى يحرمي من كل شيء، ما يحصل شيء، ممكن ما يحصل شيء. ما نشاء لمن نريد، لمن نريد اللي احنا نريد نعطيه، يمكن هذا ما يريد أعطيه شيء، ما يريد أعطيه شيء يخليه يتعب نفسه ولا يحصل، حتى يظل طول عمره تعبان. هل كان ترد هو مخلي قدامه هدف أن يصير فرضان مثلا رئيس، يصير ملك،
وتشوف يسوي وحاقل يكون يسوي مؤامرات على الملك اللي قبله، وبعدين الله ياخذ روحه قبل ذا ويروح يطلع من الدنيا وفي بحسرته بحسرته يطلع من الدنيا ما حصل هذا الشيء اللي يبغاه. أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، اللي نبغي احنا نعطيه، اللي ما نعطيه بكيف نحن، الشيء بيد الله عز وجل كله. هاي اثنين. ثلاثة، هو حتى لو فرضا حصل ترى هذا طريق لدماره. الدنيا ترى الدنيا هي التي تغر الإنسان بملذاتها. الدنيا كما يقول عنها الإمام صلوات الله وسلم أمير المؤمنين دار بلاء وعناء وغير وعبر. بلاء وعناء بالفعل متعبة للإنسان، خاصة اللي يركض وراءه يتعب يتعب لأنه ما راح يحصل اللي يبغاه بالفعل، بل الأكثر من هذا والأسوأ وال يعني والأعلم من هذا أنه كل ما حصل على شيء تشوف لا تشوف هم نفسه شنو تتوق إلى ما هو أكثر. خلي يكون في البداية يقول يا ربي أنا بس أبغى أصير بس خلي الحين أنا موظف أريد أصير بس مسؤول قسم بس هذا اللي يكفيني الآن المعاش ما يكفيني، يصير مسؤول قسم يقنع بهذا يعني؟ لا والله ما يقنع. إنسان هشمي يقول لا خل أصير رئيس رئيس دائرة يصير بعدين، لا خل أصير شوي بعد، لأن مطامح الإنسان وآمال الإنسان لا تقف عن حد، فيظل دائما في تعب دائم في تعب. النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث أن يعني من طلب الدنيا يطلب الدنيا، يقول هذا يعني مبتلى بأمور كثيرة بمشاكل. مؤدى حديث الآن محافظ سبحان الله رحمه الله كنت حاضر منه بالنص، أولها أنه راح يتعب نفسه، وثاني شيء أنه كل ما حصل إلى شيء يريد شيء آخر. هاي مؤدى حديث النبي صلى الله عليه وآله. من تعلق قلبه بالدنيا فقد تعلق بثلاث: هم لا يفنى، يظل هم يفكر في ليل ونهار ويحصل، هم لا يفنى ما يخلص، ها، وأمل لا يدرك، شنو تريد تحصل من الدنيا ما تستطيع تحصلها كلها، ورجاء لا ينال، ما راح تحصل مستحيل تحصل اللي تبغيه من الدنيا، تحصل على جزء منها إذا بتحصل. ففي الواقع الأمر الثالث اللي يجعل هذا الإنسان من الخاسرين أنه الدنيا اللي حصل عليها راح يعني اللي يريدها قصدي راح تتعب، بل قد تكون سببا، وهذا في العام الأغلب ترى خاصة اللي بالفعل يعبد الدنيا تكون سببا لأن يرتكب مختلف الجرائم، يروح يسرق، يروح ينهب، يروح يقتل، ها، يروح يعتدي، يروح يغتصب. ترى هذا من وين هاي صار؟ ترى كل من حب الدنيا، هاي كل من تكالب على يعني آمال العريضة في الدنيا. كل رحمة الله على شير الصدر يقول يتحدث عن يقارن بين حب الله وحب الدنيا، يقول هارون لعنه الله شنو اللي خلاه يسجن الإمام موسى بن جعفر، غير حب للدنيا يعني تشبث بالملك. شوف هذا يدعو إلى أن يرتكب أعظم الجرائم، حب الدنيا إيش يقدر يسوي؟ إيش قد كنت سمعت ورأيت كثيرين اللي قد يكون قتلوا حتى إخوانهم حتى أبنائهم من أجل الدنيا. احيانا سأقول على مستوى الملوك والرؤساء هاي خب كثير ما شاء الله، ها، يجي يقتل ولدي بس عشان يصير هو مكانه، ها، ويجي يقتل مثلا اخوه عشان يصير هو مكانه، كثير هاي تجارب اللي عاصرناش قلت كم واحد انا اعدد لك ما شاء الله. زين، لا حتى احنا العاديين يعني كم من انسان صارت عنده خصومه وعداوه ويا اخوه قد يكون افترض على شنو؟ على إرث، ها؟ متنازلين على إرث. إذا شيء محصل يمكن 100 دينار 200 دينار. ترى هذه النفس إذا نزلت سفلت النفس هالشكل.
ويضرب عداوة إلى آخر لآخر الدنيا. كم من إنسان قتل واحد من أجل نحصل فلوس ما. والدنيا هالشكل يا عزيزي. الآن ذيل هالمجرمين لعنة الله عليهم التكفيريين ذيل الدواعش شنو يسمونه وجهالهم والله لأجل أن يحصل بس هذا. تعالوا نزيل نسب الناس ونسب النساء ونتمتع فيهم وناقذ لهم. لا دين ولا أبدا، هاي كل حكي فاضي. قل على ثقة كل حكي فاضي أبدا. سون هالجرائم واللي دعمهم هم نفس الشيء. لا جبتوا ندعمهم لا جل شنو يعني؟ يعني هاي تركيا فتح حدودها إلهم وجون آلاف وكذا وأسلحة وغير شنو يعني؟ غير على أساس قاعد تأخذ النفط مال العراق بثمن زهيد، ها ثمن بخس، مصالح لأجل الدنيا يعني. دنيا هالشكل يعني. الدنيا تدفع الإنسان إلى أن يرتكب أعظم الجرائم، أعظم الجرائم، بوق ونهب واغتصاب وقتل وغيره. الآن إحنا معاناتنا من الطغاة بسبب شنو؟ بسبب شنو يعني؟ هذا هارون لعنه الله إن كانت له يعني حسن أو كلمة عدل اللي قالها فقط إنه الملك عقيم. بالكلمة فعلا في محلها يعني. يقول لولدي ولو نازعتني أنت فيه لأخذت الذي فيه عيناك. أنت ولدي أقرب الناس. وقلت لك شفنا ما شاء الله ما شاء الله اللي قتلوا أخوتهم أولادهم وأخذوا الحكم. المعاصينا شفناه واللي قبلها. فالآن إحنا اللي نعاني من في بلدان المختلفة من جرائم ومن قتل ومن اعتقالات ومن مداهمات ومن اضطهاد بسبب شنو؟ غير هم اللي يستأثرون بكل شيء. هذا ليس إلا يعني. فهذا في الأخير يعني تعلقه وأنه تعلق بالدنيا وقص النظر على الأحياء يدعو إلى أن يرتكب عدة جرائم وأفظع الجرائم. فبالأخير هو خسران. فلذلك الله سبحانه وتعالى يتوعده أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا طبعا بعد إذا حصل شيء. بس الصنف الثاني لا، الصنف الثاني هذا يجعل من الدنيا طريق، يجعل من الدنيا ممر، يجعل من الدنيا مزرعة، مزرعة للآخرة. حتى لو أخذ من الدنيا شيء ينظر إليه على أنه طريق، يعني ينظر إلى الدنيا على أنها شنو؟ وسيلة وليست غاية. مو غاية، وسيلة يستخدمها يستفيد منها للغاية الكبرى تلك، للهدف الأسمى وهو رضا الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم. شوف الآية الكريمة كان شمالي لطول عليك بشكل مختصر يحتاج هو البحث لتوسع لكن أختصر إن شاء الله. شوف الآية الكريمة ذكرت ثلاثة أمور مهمة جدا لمن يريد الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أول شيء أراد ثم سعى وأيضا شنو؟ هو مؤمن. أراد الآخرة يعني شنو؟ يعني من بالفعل كانت عنده إرادة جدية قوية وعزم ثابت أنه فعلا يريد الآخرة، مو كلام يعني، مو كلام. يعني شنو معنى ذلك؟ يعني أنه يقف موقف حازم وقوي من كل شيء يمنعه من الآخرة. هو يريد الآخرة جدا يعني، يريدها إرادة جدية قوية ثابتة، عزم أكيد يعني عنده. وبالتالي أي موانع شوفها اللي تمنع وتحول دونه ودون حصول هذا الهدف اللي هو الآخرة هو شنو؟ يضرب بها عرض الحائط، يضرب بها عرض الحائط. فلو كانت هناك فن مثلا إغراءات مادية مثلا، ها إغراءات ملك، إغراءات منصب، غير ذلك، هاي كلها يضرب بها شنو؟ عرض الحائط، لأن هاي تتعارض ويا الآخرة. ولذلك هذول لهالشكل عرضت عليهم الدنيا فرفضوها، رفضوها. شير سرضون الله تعالى عليه مو عرض عليه. أعتقد كل الكل يمكن عارف
بسيرته العطرة حياته الشريفة، الرجل العملاق هذا حقيقة. عرض عليها عروض، مو عروض شوية يعني، لمن ذاك الوقت الحصار جو المفاوضات وغيره وارسل إليها اللعين الطاغية، تعال راح مرات يقولون لأنه إحنا راح نخليك أنت مرجع العراق،